السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه العسل ديالي في طريقتي كيفاش كندير لي ساهل الماهل. غادي نحتاجو فيه هنا واحد 2 كيلو ديال السنيده مع اترو ديال الماء. هنا عندي غير نص اترو، غادي نزيد واحد الاترو واحد اخر، وعندي هنايا واحد الحامضه وحده اللي قطعتها دواور. غادي ندير هنا كوكوط، وغادي ندير فيها هاد 2 كيلو ديال السنيده. غادي نزيد عليها اترو ديال الماء. انا عندي نص اترو، غادي نمشي نزيد واحد نص اترو اخر ونرجع معكم. اترو داخل ديال الماء، ما شعلتش البوطه البنات، غادي نحرك هكا حتى نحس بداك السكر ذاب ليا. ساهل البنات هاد العسل، غادي نسدو عليه من بعد حتى واحد 45 دقيقة. انا راه مازال خصني نزيد واحد ربع كاس ديال الماء، حيت خاصنا اترو لارو في 2 كيلو ديال السنيدة. اترو لارو هنزتو، غادي نحرك صافي. هنا باقي ما شعلتش البوطة، انا البنات ما كنديرش فيه دوك الكموسات ديال هكا ديال الزعتر ديال هذا. دابا هنا غادي نلوح الحامض ديالي هكا صافي، غادي نشعل عليه البوطه وغادي نسد عليه. وغادي تكون البوطه في الاولى متوسطه، ملي تبدا تصفر ليا الكوكوط غادي ننزلها، غادي نهبطها الماكسيموم، العافيه ديالي نهبطها الماكسيموم باش طيب لي 45 دقيقة بالضبط ونطفي عليه. وباش تحسبو 45 دقيقة البنات بالضبط وما تغلطوش، ديروها في التليفون، ديرو 45 دقيقة باش اون فوا يصوني التليفون فهمتو صافي تعرفو بلي راه وصل الوقت. وطفيو على البوطو، ما نحلوهاش هذيك الساعة، نخلوها حتى تبرد عاد نحلوها. العسل بعد ما وصلت 45 دقيقة طفيت على البوطه وخليتها حتى سكت تصفر، يعني مابقاش كتصفر، راه كيولي اللون ديالو بحال ما هكايا شفتوا. والحامض ديالنا بناتي كيجي معسل واحد شويه، دابا حيت مع الضو ما باينش، ولكن راه عاطي هنا اللون ديالو. دابا غادي نديرو يدير يغلى واحد 10 دقائق صافي ونطفي عليه. كيغلى شتو كتولي ديك كشكوشة بيضة، انا غنخليه يبقى يغلى يغلى حتى كتولي ديك كشكوشة كيتبدل اللون ديالها، يعني كيبان لك بلي راه اللون ديالها مارون يعني بني، ما كتبقاش هكاك بيضة كتولي بني. وصافي عاد كنطفي عليه وكنخليه يبات ليلة كاملة، يعني بحال دابا درتو دابا غير الليل، غنخليه حتى الغد الاخر في الليل عاد نعري عليه فهمتو كيفاش. يعني هذا شوف الصباح خاصك تخليه ليله، يعني ليله كامله باش يعطيك النتيجه مزيانه. راه ملي كيبقى دابا هكا كيدير الكشكوشه بيضه، من بعد ما كتبقاش هذيك الكشكوشه بيضه اللي دايره في الجناب ما كتبقاش، وكيولي كله اللون ديالو دوغي. هانتوما نشارك معكم حتى السفوف هذاك الدقيق، يعني هنايا كنحمر فيه، كنحمره بدات انا غير هنا في المقله معبان هنا في الكاميرا كنشاركو معاكم. حتى البنات اللي في اوروبا ما كيقدروش عليه مثلا في الفران حيت كياخد الوقت، راه في المقله دغيا كيوجد، خاصك تبقى تحركي فيه بحال ما هكايا هكا. دوك الكويرات اللي كيكونوا بقاو معكم بحال ما هكا باش ملي كتبغي ديري هكا في الكسكاس في سميتو
نغربلوه باش ما كيكونوش دوك الكويرات ما كيعطوناش بزاف، يعني كيكون غير واحد شويه، فهمتوا البنات؟ صافي بحال هكا. واحد يبقى معايا بشوي بشوي نعطوه الخاطر حتى يتبدل اللون ديالو يتحمر لينا مزيان. صافي والعسل هو راه غاتش. طفيت عليه خليته كيغلى واحد 10 دقائق. شو ديك الكشكوشه راه كتولي هكا ماغو ما كتبقاش، وتا هو كيتقال شي كيتقال معنا واحد شويه، ومني كتشعفي بلي صافي راه وجد لك مزيان كتشدي المعلقه بحال هكا وكدوزي عليها بصبعك باش انا نوريكم نيت بحال هكا عندكم باش ما تحرقوش، كدوزي عليها بصبعك شي مني كديري هكا شتي كيتبعوك خيوطه بحال هكا كتحسي بيه راه تقال، يعني صافي حتى داك السكر مني كديري هكا بحال ما هكا داك السكر ما كيلعبش لك في يديك. صافي هو راه وجد، دابا نخلوه يبات كيف ما قلت لكم البنات ليله كامله ضروري، وصدي عليه الكوكوط وديري الصفاره وخليه ليله كامله. دابا انا غنحيد هذا الحامض ما تخليهوش، خاصو يتحيد حيت الا بقى دابا بحال هكا ساهل باش انا كيتحيدي داكشي كله اللي فيه كيقطر، فهمتي وفهمتوا، ولكن ملي كيبات الحامض وسط العسل ماشي بالساهل انك باش تحيديه. كيدير كي بلاتي غنجيب شي حاجه باش نحيدهم زين. سمعوا يا البنات الا خليتوه بات فيه راه ملي كيتقال كيولي صعيب انك تزولي فهمتي، دغيا كيهز العسل. حيدوه من الاول، حيدوه صافي بحال ما هكا بشي طبيسه حيت شي كي الحامض كيولا شي كيمعسل. ايوا صافي البنات انا غادي نكمل دابا نحيد هذا الحامض هذا، وغادي نرجعو حتى لغدا في الصباح، ماشي في الصباح يعني حتى الليل حيت خاصو يبات الليله كامله، وانا دابا راه عندي 10 ديال الليل هادي يعني خاصو يبات الليله، يعني دابا من هنا راه 10 الليل ديال الغدا ان شاء الله الا صبحنا حيين ان شاء الله، ونشوفو الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. انا ها هو وجد بعد ما بات ليله كامله، شوف كيفاش كيجي ناجح 100%، ما يعني ما تحجر ما رجعش لي سنيده كيف ما كنقولوا. ها نتوما كيجي ديال هذا، تقدري تستعملي الشباكيه دهني به بالطبوط شتو دهني باي حاجه، وكيجي بحال ديال الزنقه تماما، ديري بيه حتى البغرير يعني الكل شيء يصلح الكل شيء، يعني بحال هذاك اللي كتشري ديال الزنقه متعدد الاستعمال حتى هذا شتو. هانتوما نوريكم الكوكوط او العسل شراو النيت اللي وجدنا، باش انا نوريكم بالملعقه على حساب ليكم زعما خديت شي قرعه وخويتها وتقول هذه كاسه كتفلى علينا. هانتوما البنات كيجي ناجح 100%، كيجي ثقيل وزوين شو كيفاش هابط خيط واحد بحال العسل الحر شتو. يلا البنات خليكم على خير وبخير، ونتلاقاو نهارنا مع الشباكيه مع تمازة، تهلاو لي في راسكم، ولا كانت شي وحده باقا ما دارتهاش تسناني غنحط لكم مقادير زوينين بزاف وشي حاجه اللي غتعجبكم وتحمر لكم وجهكم قدام الضياف. يلا البنات تهلاو ليا في راسكم، بسلامه عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.